by that anchor a lot. جاء مناصروه ضمن حملة دعم الأزرق لدعم رجال الشرطة. هو موسم انتخابات يحتم على ترامب المشاركة بفعاليات، لكنه أيضا موسم كورونا، فخضع الحضور إلى إجراءات منها فحص درجة الحرارة، وطلب منهم وضع الكمامات. أما فرض قواعد التباعد الاجتماعي على هذا العدد في مكان واحد فربما صعب، يقول منتقدون. هذا هنا داخل البيت الأبيض، اختلف المشهد خارجه، قليل ممن التزم بوضع كمامة، لكنه التزم بلباس اللون الأزرق تعبيرا عن دعمه لأفراد الشرطة والحزب الجمهوري. كم يمكن أن يكون رجال إنفاذ القانون سعداء في واشنطن لأول مرة؟ ادعموا الأزرق. حياة السود مهمة كانت تكذب حول قوة الشرطة في بلادنا. يلتقي خطاب ترامب مع أفكار مناصريه هنا، لكنه بحاجة إلى لقاء مباشر معهم لتحفيزهم على المشاركة في انتخابات يعدها تاريخية، ويتفق كثيرون معه بذلك. غير أن فعالية في البيت الأبيض تجر عليه انتقادات، فوضع ترامب الصحي ما زال قيد الجدل. والأهم، جاء الخطاب من داخل البيت الأبيض، لكنه لم يبتعد عن كونه جزءا من حملته الانتخابية، وإلى جانب إشعال الفعالية جدلا جديدا تزيد المخاوف أيضا، فقد تصبح بؤرة لتفشي الفيروس المتفشي أصلا داخل البيت الأبيض. يواجه ترامب بإصراره على إقامة فعاليات انتخابية من داخل البيت الأبيض وخارجه مسائل مختلفة. هو قريب من مناصريه يقول لهم، يقول أيضا إن الفيروس ليس بالخطورة التي يروج لها، وإنه قادر على هزيمته، وإقامته فعاليات بهذه السرعة ودليله القاطع على ذلك. ريما محمدية، العربي.